أول ما بدأ إيجابي، لكن الحين يعني اللي قاعد يصير بسوريا الحين مع ضايع الطاسة، ما ندري مين الصح من الخطأ. يعني آخر دولة خريف عربي، أنا ما أسميه ربيع أسميه خريف، تحركت السودان الحين على أوضاعهم. طيب هم ما شافوا اللي قاعد يصير في الدول الثانية؟ طيب ليش ما ننادي وانت وبالحوار؟ ليش المظاهرات؟ ليش التخريب؟ أنا لما أحرق مسجد في ديرتي أو أحرق وزارة في ديرتي، أنا حرق ديرتي، أنا ما حرق دولة إسرائيل، أنا حرق ديرتي. يعني أنا كنت بتمنى أنه الفنانين ما يفوتوا بهذا السجال السياسي، عرفتي؟ يعني نحن ما لنا عسكريين، يعني ما لنا سياسيين، ما لنا محللين سياسيين، نحن بنقدر نفهم أنه كيف الإنسان يبقى إنسان. يعني أنا فكر هم الشباب النهاردة فكره متجدد عن فكرنا إحنا، لأن إحنا كان يحكمنا الواقع السياسي، هم يعني واقعهم السياسي أشد من واقعنا السياسي. إيه رأيك بقى؟ يعني هم عليهم مسؤولية، وأنا قلبي عليهم وقلبي معاهم. أن ترجمة الواقع السياسي النهاردة في صورة فنية من أصعب ما يمكن. ما حضرتك شايف الوقت العراق حصل فيها يا حضرتك، سوريا حصل فيها يا حضرتك، ليبيا حصل فيها إيه؟ خلاص دمروا البلاد العربية. أي شعب بيفكر يصور لازم يعرف أن وراء الموضوع دوت حد عايز ينهي بلده. أنا بشوف أنه نحن ولا فترة من الفترات قدرنا نحكي عن المراحل اللي منعيشها، عرفت كيف؟ دائما نحن بنتحايل على هاي القصص ونكذب ومنحاول نساوي اسقاطات وبعدين على فكرة انا بشوف انه ما حدا قادر يحكي عن المرحلة هي نهائيا، لانه هاي المرحلة هي غوغائية إلى علاقة بالحضيض، ما بتلتزم بأي قواعد، يعني ما فيها قواعد لحتى انت تمشي عليها، بالحضيض ما في قواعد. كشفت كتير ناس مسؤولين عن حقيقتهم، كيف على التليفون كيف بيحكوا مع الزعيم الثاني وكيف بس يسكر شو بقول، كتير بشعين. يعني انا لو طلب مني اعمل فيلم على الثوره في مصر، يعني مثلا انا حاسس بدري الثوره لم تكتمل، لم تنضج، رؤيه هتبقى بالنسبه لي انا سطحيه. اتمنى انه السود المحبه والاحترام والانسانيه حتى اقلها نقدر نعمل شيء يسعد ناسنا.